لحظات الشوط السادس خاصا هنا بالجعدان. المفاريد والمسافة 1500 متر. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع بطاش وعلي بن جابر بن حسين البريدي. يقدم بطاش مع المركز الأول، ولكن في هذه اللحظات يتقدم ويتقدم هنالك رداد، ويتقدم جار الله بن جهمان البريدي مع المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني بطاش وعلي بن جابر بن حسين البريدي. المركز الثالث متابعين الكرام يصل في هذه اللحظات براق وراشد بن مبارك القعيمي، راشد رابع التحديات، وهنالك المتحد وماجد بن محمد البريصي المري خامس التحديات. من يصل في هذه اللحظات متابعينا الكرام، وهنالك مبعد وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، وهذه النجوم الخمسة التي تنطلق في هذه اللحظات وبقيادة هنالك رداد من يتقدم في هذه اللحظات، أو هنالك رادار وجار الله بن جهمان البريدي المتابعة مع المركز الثاني، والمتحد من يتواجد مع المركز الثاني، وماجد بن محمد البريص المري المركز الثالث متابعين الكرام ويتواجد في هذا الانطلاق، وهنالك بطاش يتواجد مع المركز الثالث وعلي بن جابر بن حسين البريدي. أعود مع الحوار الثنائي، أعود مع هنالك رادار 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 يرصد لنا هذه الانطلاقة ويرصد لنا هذا التحدي وهذه المنافسة الحقيقية التي تقام هنا في ميدان الشحانية. هنا المهرجان، مهرجان اليوم الوطني السنوي، وهنا مشاهدين الكرام الجماهير التي تتابع من اليمين ومن الشمال. هذا هو هنالك رادار، رادار يسيطر مع المركز الأول وجار الله بن جهمان البريدي، وهنالك القادم المتحد ماجد بن محمد البريصي. لكن تهانينا والناموس لمالك رادار جار الله بن جهمان البريدي المركز الثاني. وصل المتحد ماجد بن محمد البريصي المري المركز الثالث. هنالك بطاش وعلي بن جابر بن حسين البريدي، تهانينا.